حققوا افضل مركز للكره المصريه، برونزيه عالم وجيل رائع جدا، وجيل شفناه في كل حته، لكن ما كانش ليهم يعني النصيب الاكبر بعد كده انهم يكملوا مع المنتخب الاول بالشكل الكبير. ودي المتغيرات بقى، جزء منها قال كابتن هاني رمزي قبل ما يسيبنا، واتكلم على قطاعات الناشئين وازاي تربطها فوق، وقال كلمه خطيره جدا، قال لك في الاعمار الصغيره بتلاقينا متفوقين جدا جدا حتى على اللاعب الاوروبي، يحصل حاجات كتير جدا لكن بتبقى المواصفات في اللاعب المميز. مع النهارده واحد من اللاعبين المميزين، واتشرف اللي يكون مشرفني ومنورني كابتن ابو المجد مصطفى، مشرفني ومنور. ربنا يخليك يا كابتن ايهاب، انا سعيد جدا طبعا ان انا موجود مع حضرتك النهارده، ومتشكر طبعا الامير على التقديمه الجميله ديت. وطبعا الواحد مش غريب طبعا، انا في يعتبر ابناء النادي الاهلي، فده حاجه بتشرفني طبعا، ويا رب التوفيق ان شاء الله. كابتن ابو المجد، لعبت المقاولين وحرس الحدود ودمنهور والمصريه للاتصالات والشرقيه للدخان، مشوار كبير جدا مع كره القدم، طبعا واحد من الجيل الذهبي، جماهير عايزه تشوف كابتن ابو المجد مصطفى فين النهارده؟ يعني طبعا الواحد بعد ما بطل طبعا مش هيقدر الواحد يبعد عن الكرة، فاخدنا طبعا الطريق الطبيعي لأي لاعب بيبطل فكرة التدريب. يمكن فكرة التدريب ديت بتبقى مهنة صعبة جدا ومهنة شاقة جدا، بس انت مختارها بإرادتك. طبعا طبعا، يعني الحاجة اللي انت بتحبها اكيد لازم هتتعب فيها عشان تقدر تنجح او تقدر تطور من نفسك او تقدر ان انت تحقق حاجه انت بتحبها. اكيد لازم تتعب طبعا في البدايات. دلوقتي انا موجود، بدات في وادي دجله طبعا كمدرب في قطاع البراعم وفي مدرسه الكوره، لغايه لما بقيت دلوقتي مدير مدرسه الكوره فرع اكتوبر هنا. يمكن من الاماكن اللي الواحد يقدر يستفاد في الفترة اللي أنا موجود فيها بشكل كبير جدا في البدايات، اتعلمت حاجات كتيرة جدا في التدريب، في مواقف بتحصل مع اللعيبة، أكيد التجربة فادتني بشكل كبير جدا. والحمد لله برضو يمكن الفترة ديت أنا تم اختياري أو تعييني من ضمن الجهاز الفني لنادي شرقية الدخان، أحد الأندية طبعا الدرجة الثانية، مدرب عام. وبرضه من الحاجات اللي باذن الله تكون اضافه ان شاء الله ليا او ليا في السي في، او هتبقى اضافه حتى في تطوير ادائي ان شاء الله في الدخان التدريب القسم الثاني. لكن من الاسماء اللي على طول رنانه وعلى طول كبيرة طبعا في التلقي وعلى طول طبعًا من الفرق المحترم طبعا. يعني هو طبعا يعني الدخان في الفتره ديت في مكان لا يليق بتاريخه، ويمكن من كم من الانديه اللي هي طلعت لعيبه كبيره جدا، يمكن كابتن كشري، كابتن عبد الحليم علي، كابتن طارق مصطفى، يمكن الناس كان النادي دوت على طول بيفرغ للانديه الكبيره لعيبه موهوبه، وكان نادي ليه اسمه طبعا، لكن لظروف معينه او في الاطار اللي البلد الفتره اللي فاتت مشيت فيه يمكن برضو تاثر بشكل كبير جدا، ان احنا برضو النادي هناك نادي شركه، ما احد انديه الشركات بالظبط، فيمكن برضو حته العين عليه او كده بتبقى فيها مشكلات شويه في حته الامكانيات، يعني امكانياته كبيره جدا لكن في حدود، ان طبعا الشركه بتبقى ليها ميزانيه معينه بتضخها للنادي، فيمكن الناس كلها بتفكر ان شرقية الدخان نادي غني جدا، بس المفروض ان هو يصرف، لكن بالعكس القانون بيبقى ملزم. بالظبط، القانون بيبقى ملزم يا كابتن، لكن ان شاء الله نشوف شرقية الدخان بشكل كويس يا رب كويس. احنا بنسعى السنه دي. فعرفنا بقى على الجهاز الفني بالكامل. الجهاز الفني معانا كابتن ابو العين شحاته مدير فني، انا معاه مدرب عام، معانا كابتن محمد بدر مدرب، معانا كابتن ابو سريع مدرب حراس مرمى، طبعا معانا كابتن مدحت حامد اداري الفريق ومدير اداري الفريق. يمكن كابتن مدحت خاصه كان الاداري بتاعي وانا في الناشئين، فيعني هو اللي مربيني. ومعانا كابتن وليد السيد طبعا اداري، ودكتور ممدوح ودكتور وائل خاصين، يعني الحمد لله. ومعانا طبعا مجلس اداره يعني بيساند بشكل كبير جدا، ومجموعه حتى اللي دخلت السنه دي مجموعه من الشباب،
بتبقى قريبة مننا، بتبقى عندها تفهم كبير جدا لأي مطالب أو أي حاجة بنحتاجها. كابتن باسم، كابتن خالد، طبعا استاذ ثروت طبعا على رأسهم، طبعا استاذ محمد عثمان رئيس الشركة، بصراحة بيدعموا بشكل كبير جدا الفرقة وواقفين ورانا بشكل كويس. هو اسم كبير، فيعني يعني ان شاء الله يكون في مكانته الطبيعيه. وبعدين دوري القسم الثاني دوري قوي جدا، شرس، مليء بالمواهب، محطه قويه جدا. يمكن البعض بقى في الكوره بيقول لك اصعب من اللعب فوق. بالظبط، انت حضرتك لما بتيجي تلعب في المستويات اللي بتبقى تحت الدوري الممتاز بتلاقي الامور صعبه جدا، كل الفرق قريبه من بعض قوي، مفيش تحفظات في المباريات، مفيش حد بيلعبك بشكل دفاعي بحت. هتلاقي كل الأندية اللي بتلعب بشكل مفتوح شوية، كله بيحاول على المنافسة. يمكن يعني الاختلاف في الدوري الممتاز بتبقى فيه فرق محددة أهدافها، أنا السنة دي هبقى في المربع، السنة دي هبقى لا هبقى في الدوري، السنة دي لا أنا هنافس. يمكن تحت عدد الفرق اللي بتنافس بتبقى أكبر من العدد الفرق اللي هي بتبقى محتاجة البقاء بس. فيمكن ده اللي بيصعب الدوري، ويمكن برضو بيخلي الدوري ليه شكل محترم. يمكن انا متهيألي لو الدوري اتنظم بشكل احسن من كده شويه، يعني هو وفقا لخطه اتحاد الكره في المستقبل ان هيكون هو ظل بالظبط، يعني نفس عدد الفرق تحت ومجموعه واحده، وده طبعا هيضيف كتير قوي وهيبقى طبعًا بشكل كبير اضافه انك تخلي القسم الثاني زي الدوري الممتاز بنفس الياته وبنفس عدد الفرق، فدي هتكون اضافه كبيره. انا شايف ان هي يعني هتكون اضافه فعلا زي ما حضرتك بتقول، الاضافه كبيره، هتدي حقيقيه للفرق اللي تستحق فقط ان هي تلعب في الدوري اللي تحت الدوري الممتاز. هتبقى المنافسه فيه منافسه اقوى طبعا، هينتج قوية عدد لعيبه اكتر. بالظبط، المنافسه هتبقى قويه جدا، مش هيبقى في فرق يعني كبير بين الدوري الممتاز والدوري المحترفين. اللعيبه برضه هتحس ان هي في منافسه او هتبقى قريبه، مش هتبقى في جاب كبير بينه وبين الدوري الممتاز. يمكن دي برضه هيساعد الفرق اللي بتصعد ان الموضوع مش صعب، هيخلي يبقى عند الناس كلها طموحات ان هي لا تفضل في الدوري وان هي تنافس وان هي تبدا تخش، يبقى عندها طموحات ان انا لا احقق هدف او ان انا لازم اعمل حاجه في تاريخي. انت الفريق اللي بتصعد خد الدوري، فايا كان بقى المسابقه متهيألي دي ما بتفرقش، هي بتفرق بس في الطموحات. فانا شايف ان هي ان شاء الله هتبقى خطوه مهمه جدا الفتره الجايه، وده اللي مصعب السنه دي دوري القسم الثالث. كابتن ابو مجدي، يمكن قلت لي الكابتن هاني رمزي قال كلام مهم جدا، فايه بقى اللي شفته من كلام الكابتن هاني؟ كلام مهم بشكل كبير، الرساله كانت واصله في الاهتمام بقطاعات الناشئين بشكل كويس، هل لفت نظرك اكتر الكلام عن قطاع الناشئين؟ اكيد طبعا، يعني يمكن انا من فتره كبيره جدا كنت بتكلم في حته ان احنا محتاجين في مصر يبقى عندنا مدربين مؤهلين يقدروا يشتغلوا في القطاع الناشئين بشكل كويس. يمكن تأهيل المدرب نفسه. بالظبط، يمكن الفتره اللي فاتت انا شايف الموضوع لا، احنا عندنا نقص في المواهب بشكل كبير جدا، عندنا مشاكل في اللعيبه، حتى التشابه، حتى اللعيبه بالظبط. يمكن حضرتك دلوقتي بتشوف ان مفيش فروقات، ما عندكش الموهبه اللي تقدر تقول لا انا عندي لعيب. بنتكلم في الموسم الماضي ما شفناش اللعيب الفاز اللي بيلعب في حته لوحده او اللي لفت انظارنا كلنا بشكل كبير. بالظبط، يمكن كان اخر اللعيبه الموهوبه في الفترات الاخيره يمكن شيكابالا، يمكن جمال حمزه، يمكن كابتن وليد صلاح الدين. هتلاقي يعني فترات طويلة جدا بقالنا ما بنسمعش على حد مميز أو حد تقول عليه موهبة يقدر يعوض. الناس بتدور على اللعيب الكويس. بس في حاجة يا كابتن لازم نقف عندها، لأنها هحتاج منك ردود فيها وشكل قاطع. يعني مثلا احنا ما شفناش الدوري أنتج محمد صلاح ولا أنتج النني،
بس شفنا اللعيبه دي يعني لم يكونوا بالشكل الموجود، يعني لعيبه منتخبات سواء يعني لعبوا في المنتخب الاولمبي ولكن ما تشافوش بالشكل الكبير هنا غير لما خرجوا بره اختلفوا خالص، وده يدل ان ممكن يبقى في قاعده في الدوري المحلي، وان الدوري المحلي يقدر يطلع لاعب قادر ان هو يشارك في الدوريات الكبيره. بص يعني بخصوص محمد صلاح، وانني يمكن نادي المقاولين من الانديه اللي عندها مميزات كبيره جدا في قطاعات الناشئين بتاعتها. لا من زمان مقاولين، من كابتن عثمان الله يرحمه. بالظبط. فمتهيألي الناس ديت اشتغلت على محمد صلاح وانني بشكل كويس. انا شايف اللي فاد محمد صلاح ان هو بس احترف بدري، يعني احترف وهو صغير. ده اللي فاده، ده وكان عنده المنتاليتي والعقليه بالظبط يستوعب ده. بالظبط، ان في لعيبه برده بتطلع صغيره مسافه السكه. بالظبط، هي دي برده مشكلتنا الفتره اللي فاتت مع معظم اللعيبه اللي احترفت، ما كانش عندها الجلد والصبر ان هي تحقق حاجه او تحقق انجازات كبيره جدا على المستوى العالمي. يمكن كلنا طبعا يعني فخورين جدا بمحمد صلاح، وحاسين بالمجهود اللي هو بيعمله، وحاسين بالطموحات اللي بتبقى عنده. يمكن وعامل حالة هايلة جدا في مصر. يمكن كان قبليه كابتن احمد حسن، من الناس اللي بالظبط، كابتن عبد الظاهر السقا، كابتن عبد الستار صبري، يمكن من الناس اللي هي برضو كان ليهم بصمة كبيرة جدا في عالم الاحتراف. فهي المشكله عبد الستار طيب ما كانش بيتكلم كتير وما عندوش ميديا كتير، فما خدش حقه، لانه بس عمل تجربه نجاح كبيره. بالظبط بالظبط. يمكن انا يمكن كان مستر مانجوزي طبعا لما جينا اتكلمنا يمكن اتكلم على عبد الستار، ان هو طبعا كان محترف في البرتغال، كان بيتكلم عليه بشكل كويس قوي. يعني كان ما كانش متخيل ان في لعيبه مصريه ممكن تقدر تطلع تنجح في الدوريات الاوروبيه او في البرتغال بصفه خاصه. لكن انا زي ما بقول لحضرتك، هي الفكره كلها ان انت لازم المنظومه لازم تبدا صح من البدايه. لازم تاهل مدرب، لازم اختيارات اللعيبه او الشغل مع اللعيبه لازم يبقى بنظام شديد جدا، بوعي في البرنامج البدني والفني والمهاري. لازم التأسيس ده كلام مهم يتقال بشكل علمي دلوقتي في قطاعات الناشئين. يعني الاول كان الكلام ده بيبقى كلام عام، وكل مدرب بيمسك فرقته بيشوف بالشكل اللي هو عايزه. لما يبقى فيه منظومه المدرب ده والفريق محطوطين جواها، الوضع يختلف تماما. بص انا شايف برضو ان في سنه ظلم للمدربين الصغيرين اللي طالعين. ان انا برضو ببقى خلاص مثلا انا واحد من الناس محتاج ان انا اتاهل واتعلم. انا حاسس ان الحته دي مساك قوي قوي، وانت شايفها قوي. طالما مبسوط اللي انت فاتح الحوار قوي، ان اصل انت بتصنع اجيال. الجيل دوت هو الذخيره بتاعتك للفريق الاول طبعا، في اي حته، في اي نادي، في المنتخب المصري طبعا. مع احترامي، احنا قعدنا الفتره اللي فاتت كلها، احنا رحنا كاس العالم مع احترامي ما عناش راس حرب. مصر كلها ما فيهاش راس حرب. طب دوت مشكله فين؟ مشكله ان انت عندك الاساس من تحت مش سليم. الفكره ان انا محتاج الخبرات اللي موجوده او الاساتذه او الدكاتره اللي موجودين في مصر لازم يساعدوا الشباب اللي طالع او الناس اللي زي اللي هم محتاجين يبقوا مدربين بشكل كويس. محتاج دراستك تاخدها بشكل كويس، محتاج حد كوره ينظم لك معايشات بالظبط بره في اوروبا بالظبط مختلفه بشكل بالظبط يا كابتن. فدي الحاجات دي مهمه جدا. اعداد المدرب هو اللي هيعدلك اللعيب. خلينا واضحين، النهارده لعيب خلاص خد قرار الاعتزال، عايز يخش في سلك التدريب علشان يصرف على نفسه في الحته دي ويوصل للمرحله اللي هو عايزها، هتبقى كبيره قوي وصعبه. فبالتالي حتى اذا كان الاتحادات او الاتحاد بيعمل مسابقه للعيبه المميزه في الحته دي، يعني يطلع بعثات واعارات والكلام ده كان بيحصل، اعتقد ده هيجيب مردوده ايضا على الكره المصريه. بص انا شايف ان النادي الاهلي عمل حاجه مميزه جدا، ان هو استفاد بكابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي خبراته كبيرة طبعا جدا. راجل لعب او درب او اتعلم في مدارس اوروبية، سيفي كبير. فسيفي كبير، لما يجي يحطه في القطاع دوت او في الحتة ديت، يبقى النادي الاهلي هيغير حاجة. معاه قيمة كبيرة زي كابتن فتحي مبروك طبعا،
فانت النهارده حاطط العناصر كلها اللي تساعد على النجاح، اللي تساعد على النجاح، لكن لازم التدعيم. طبعا التدعيم المادي مهم جدا في الفتره دي. اللعيب لو انت وفرت له مرتب كويس، معسكر كويس، تعليم، احتكاك كويس، العب في اوروبا، تعليم تعليم كويس، ها ما هو اللعيب انت بتشتغل عليه في كل النواحي. اللعيب عشان يطلع يعرف ثقافه اي مدرب يشتغل معاه لازم تعلمه كل حاجه. هو انت عارف ان اللعيب في السن ده بيجي صغير بيبقى قاعد في استراحه، استراحته تكون مؤهله بالظبط، يعرف يذاكر برضه، يعرف يكمل جانب التعليمي مع الجانب الرياضي بالظبط. فالحاجات دي مهمه جدا. فانا شايف ان النادي الاهلي بدا يمشي بشكل علمي اكتر وبشكل احترافي اكتر، ودي تجربه انا كنت بتمناها من كل الناس اللي عندها خبرات او الناس اللي احترفت. كانت لازم تيجي تقعد مع المدربين وتعمل ورش عمل او تعمل محاضرات. انا بداها الكابتن هاني في القطاع بشكل لكن كويس، انا بتكلم عايز بشكل بقى في العموم. عام، انا بتكلم بشكل عام. يعني عندنا الدكتور محمود سعد طبعاً. بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يساعد المدربين بشكل كبير جدا. لا، وده لازم يكون دور واضح لاتحاد الكوره. بالظبط، دور واضح لاتحاد الكوره، واعتقد ان الاتحاد الدولي ولازم يبقى فيه الزام للانديه. طبعا للانديه طبعا، يعني في انديه لقله الامكانيات اللي عندها بتلغي اعمار سنيه، بتضيع اجيال. مع ان في المحافظات ديت بيطلع لعيبه موهوبه محتاجه بس يعني الشغل عليها، يعني محتاجه ان انت تشتغل معاها، ان انت تطور لها الموهبه اللي عندها. عندهم مقومات بالظبط على الطريق بقى. بالظبط، لازم في حاجه تنتهي من مصر، وانا شايف دي حاجه مهمه جدا، موضوع التسنين دوت. ده قضيه خطيره. اذا كنت انت عايز طبعاً. عايز تعمل قطاع محترم، عايز تعمل اجيال محترمه تطلع تبقى انت بتنقذ الاثنين على فكره. طبعا بتنقذ المساند اللي بيقعد يلعب 3 4 سنين في الناشئين وبيبقى نجم وعمره ما يقدر يطلع الفريق الاول، واكم من اسماء كتيره جدا في قطاعات الناشئين لعيب يعني وبيأدي، تحطه في الفريق الاول خلاص خلاص انت مسنن. هو وصل خلاص للمرحله اللي هو مش هيقدر يديك حاجه ثانيه. هو عمل كل حاجه في الفتره اللي هي بتاعت قطاع الناشئين. هو تفوق بشكل كبير جدا في مع مع مجموعه بالظبط، مع مجموعه مش سنه. وخلي بالك العمر او السن في الفترات الصغيره ديت بيفرق بشكل كبير جدا. بالظبط يا كابتن. طبعا السنه بتفرق، السنه بتفرق بشكل كبير جدا. فلما يبقى واحد عنده 19 سنه ومتسنن بيلعب مع 13 و14 و15، ده لوحده فرقه. بالظبط، يعني ده بينزل يخلص، وشفنا الكلام ده في قطاعات ناشئين كتير. بالظبط يا كابتن. فيمكن برضو من الحاجات اللي دي لازم تنتهي ازاي ده يا كابتن؟ يعني دي تنتهي ازاي؟ اعتقدش بقى ان هنفضل لغايه النهارده بنسنن يعني ويأدي يعني بشكل. انا متهيألي ان هي سهله جدا. امنع قرار التسنين او امنع ان اللعيب المسنن ممنوع يلعب. يلعب اي لعبه ثانيه. بالظبط. فهتلاقي اللي بيجي لك شهاده ميلاد ما يلعبش. بالظبط، هتلاقي اصل ايه تسنين ده؟ وبعدين تلاقيه مثلا مسنن لك يقول لك ده مثلا 14 سنه، وتروح تلاقيه دراسيا في حته ثانيه خالص. في حته ثانيه خالص بالظبط. يعني شهاده، يعني شهاده دراسته مع شهاده تسنينه بتكشف القصه برضه. بالظبط يا كابتن. يمكن برضه من الحاجات اللي هي يعني اذا كنا احنا عايزين نبني حاجه صح لازم نعمل كل حاجه، لازم نعمل كل حاجه صح. ما ينفعش ان انا اتغاضى عن حاجه، هتلاقي الحاجه ديت هي اللي موقعاك، هتلاقي الحاجه ديت هي اللي معطلاك. فانا متهيألي اي حد عايز يشتغل بشكل محترم او عايز يطور قطاعات الناشئين الموجوده في مصر او عايز يخرج لعيبه تقدر تكمل معانا للمنتخبات. احنا عندنا الفتره اللي فاتت ما فيش ولا منتخب بيكمل بطوله افريقيا. دي مشكله. ما فيش ولا منتخب بيعدي يلعب طبعاً بطوله افريقيا. كابتن حماده صيدي خرج بقى لنا فترة، الفترة اللي فاتت كلها نتائج كارثية في القطاعات الناشئة. انت عندك مشكلة كبيرة جدا ان انت كل المنتخبات بتاعتك ما بتكملش. نفس القصة، يعني القاعدة مش موجودة اللي هتبني عليها. بالظبط، ما انت المنتخب بياخد من مين؟ من نادي. النادي ما عندوش المدرب المؤهل اللي هو يقدر يشتغل مع اللعيب اللي بيجيله. مشكلة كبيرة جدا قصة المجاملات اللي دخلت في قطاعات الناشئين الفترات اللي فاتت. مع احترامي في فلوس بتدفع. في ناس، في لعيبه بتلعب بفلوسها في قطاعات الناشئين. في قطاعات الناشئين دي مشكله كبيره جدا.
دي مشكله. ما دي ضمير المدرب بقى يا كابتن، يعني ده ضمير المدرب. يعني انا بص، هو مش مبرر يعني اللي انا هقوله ده، اللي انا هقوله ده مش مبرر. بس المدرب بيتعامل تحت اسوأ معامله. ولا مرتب محترم، ولا لبس محترم، ولا امكانيات حتى في ادواته اللي هو يقدر يشتغل بيها كويسه. طب المدرب يعمل ايه؟ انت بتتكلم ده كلام عام. انا بتكلم كلام عام. يعني كل اللي لسه بس فاتح القناه وشوفنا دلوقتي، ما بقاش الكلام موجه في حته معينه. لا لا محترم خالص. وكلام مهم خالص. على فكره انت بالزبط. انت المدرب اللي ظروفه صعبه، وان كان ده زي ما انت قلت مش مبرر، لكن مش مبرر لكنه السبب، لكن سبب من الاسباب اللي بتخلي المدرب يبدا يتنازل شويه ويبدا يجامل شويه في شغله. لكن انا بقول لحضرتك احنا يعني مثلا لما اخد اثنين في القايمة حتى لو ما لعبوش، يعني بس بتفتح مجال بيبقوا باينين يعني. بالظبط، بتبقى باينة. فدي بقت يعني حاجة بشكل عام موجودة في القطاعات اللي موجودة في مصر. برضو لازم نتخلص منها. هي الميزة ان احنا عندنا الاجيال من المدربين اللي طالعة اجيال كويسة قوي، اجيال محترمة جدا، اجيال تقدر لو اتعلمت او اتطورت هتأدي بشكل كويس قوي، هتخرج لك اللي انت عايزه. لكن انت ابدا معاهم، ابدا مع المدرب، عشان المدرب يبدا مع اللعيبه. الانديه لازم تهتم بالقطاعات الناشئين. مع احترامي، اي نادي بيلعب في دوري الممتاز، في دوري الممتاز به، في الدرجه الثانيه، ولاد النادي اللي بيلعبوا من قطاع الناشئين من صغرهم، لما بيجي يطلع الفريق الاول بيبقى اكتر لعيب طبعا قلبه على الفرقه، طبعا اكتر لعيب يصبر على النادي طبعا في كل ظروفه، ظروف الماديه. واسرع لعيب بيتاقلم مع واسرع لعيب بيتاقلم ماديا، يتاقلم بصوره يبقى لعيب بطوله. ده بيبقى موجود في النادي الاهلي بشكل كبير جدا. ليه؟ انت المدرب لما بيجي يتعامل معاه بيتعامل معاه على البطوله، فبيأهله ان انت لما بتيجي تخلص الفتره بتاعتك بتاعت الناشئين وبتصعد للفريق الاول، لما بتيجي تبدا تخش خلاص الجو خلاص. الجو مش غريب عنك، خلاص انت ماشي بنفس السيستم، فماشي بنفس السيستم. فهي خلي بالك بتبقى من البدايه، هي كده بقت حلقه واحده، وده الصح. بالظبط كده، ده الصح. بالظبط كده. 27/9/2000 مباراه الاهلي والمحله، فاكرها؟ اول مباراه ليا. جيت الاهلي ازاي؟ انا يعني النادي الاهلي تابعني من فتره كبيره جدا، كنت انا بلعب في شارع الدخان. يمكن كان في الفترة دي كابتن شاو غريب بيختار من أي مستوى. أي نادي، مش شرط دوري ممتاز. أنا كنت بلعب في شارع الدخان درجة تانية أو ممتاز بيه دلوقتي. ولعبت مع كابتن شاوي بطولة أفريقيا وأنا برضو لسه في الدخان، ما كنتش رحت النادي الأهلي. النادي الاهلي كان في الفتره دي كان متابعني، يمكن كان كابتن شطه في القطاع، وكنت كل ما باجي العب ماتش مثلا قصاد النادي الاهلي يجي يقول لي ايه انت مش عايز تيجي النادي الاهلي؟ قلت له انا مش عايز اجي النادي الاهلي، لا انا عايز اجي النادي الاهلي. الجيل اللي قدامك كان مين في النادي الاهلي؟ طبعا لا، الجيل كان جيل كبير جدا. كابتن حسام حسن كان لسه موجود، كابتن ابراهيم حسن كان لسه موجود. انا جيت في السنه اللي مش فيها كابتن حسام حسن وابراهيم. جيت مع كابتن سمير كمان. الجيل اللي كان في الناشئين قدامك في الاهلي برضو كانت، لا جيل كبير جدا، جيل يعني كان حسام غالي، وائل رياض، عادل مصطفى، لا جيل يعني، لا جيل يعني جيل كبير جدا، جيل فعلا كبير. وفي الفريق الاول بقى، وفي الفريق الاول لما ولا حرم يعني، انا دخلت مع كابتن عصام الحضري، دخلت مع كابتن وليد صلاح الدين، دخلت مع كابتن هادي خشبه، مع كابتن سمير كمونه، مع ابراهيم سعيد، مع طبعا حسين شغل كان في الفتره ديت موجود، كابتن خالد بيبو كان لسه جاي. فدخلت مع مجموعه مدير فني طبعا. انا بدات مع مستر ديكسي،
يعني اول سنه ليا كان مع مستر ديكسي موسم تقريبا 2000 2001. وبعد كده مستر مانو جوزيه. طبعا ده طبعا علامه كبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي والكره المصريه. غير في الفكر التدريبي في مصر مستر مانو جوزيه. طبعا يعني هو في حاجات وانت بتلعب ما بتحسهاش وانت لعيب، لكن لما تيجي تبطل او لما تيجي تقعد تفكر في فكر المدرب اللي كان شغال معاك، كان بيعمل معاك حاجه معينه، كان بيشتغل معاك على حاجه معينه، فبتبدا تفهم المدرب اللي معاك ده فعلا مدرب كان عايز يطور من ادائك ولا كان عايز يضايقك. كان سابق مستر جوزيه طبعا، يعني هو يمكن دخل في الفتره بتاعته كان ما بيحبش اللعيب اللي يمسك كوره كتير. يعني هو كان بيقول لك بالظبط، يقول لك باص بالظبط. يمكن دي من الحاجات برضو اللي انا شايفها دلوقتي في النادي الاهلي ناقصاه، يمكن حته تدوير الكوره، تدوير الكوره باللغه بتاعتنا، او ان انت تلعب كوره بتاعه النادي الاهلي اللي احنا اتعودنا عليها لفترات كبيره، تبدا من تحت وتفتح الملعب وما بتزهقش. يمكن النادي الاهلي جه في فتره من الفترات كان بيلعب الكوره بينقل فوق ال 30 نقله وفي الاخر بيفنش بجول. فيمكن من الحاجات اللي النادي الاهلي برضو متاثر بشكل كبير جدا في الفتره دي. انا شايف ان اللعيبه حتى يمكن الماتش اللي فات، معلش انا دخلت على حاجه تانية، الماتش اللي فات يمكن انا شفته اللعيبه مستعجله قوي، اللعيبه عايزه توصل الكوره للتلت الاخير بمنتهى السرعه. فيمكن ده هو اللي خلى حته الفينش في استعجال مش 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 ده الفينش بتاع النادي الاهلي. الفرص سهله جدا بتضيع. يمكن المباراه اللي فاتت لو كوره واحده بس جت جول، متهيألي الماتش كان فتح الدنيا كانت اختلفت بشكل كبير يعني جدا. مباراه النجم، انا شايف وجهه نظري، وطبعا حضرتك طبعا لكم مطلق الحريه تتفق او تختلف، مباراه لبنان هتكون اسهل هناك. صح كده. بس انت اللعيب الفرقه لعبتك بشكل دفاعي بحت، ده زون 11 بالظبط. يمكن يعني كل اللعيبه، انا جيت في كله فترة تحت الكوره مش تحت الكوره، ده تحت الكوره خط ال18 بالظبط. فدي كانت مشكله برضو ان احنا ما قدرناش نتعامل معاها بحته السرعه. مش التسرع، السرعه. ازاي ان انا اقدر انهي الهجمه بشكل سريع انت قلت كلمه كفت، لو كان في توفيق وفي هدف دخل مبكر كانت الخطوط اتفتحت شويه، هم وسعوا خطوطهم فتحوا، كانت اختلفت خالص، كانت الدنيا طبعا اختلفت. هي عشان كده البدايات بتبقى مهمه جدا. البدايات لما بتيجي تلاعب فرقه بتلعبك بشكل تكتل دفاعي بالشكل دوت، مهم جدا ان انت في اول ربع ساعه لازم تجيب جول. ان هو طول ما انت مش قادر تجيب جول وهو ماشي معاك بنتيجه تعادل، هو بيزداد اصرار على موقفه، بيزداد تماسك، بيبقى حتى طبعاً الروح القتاليه عنده بتبقى اعلى، هو اللي بيزيد عنه، هو بالظبط. فده بيخليك انت تتعب بشكل كبير جدا. فيمكن هي بس يعني برضو انا عاذر طبعا اللعيبه ان ما كانش فيه توفيق، ان فيه فرص كتير. يمكن كره وليد سليمان حتى في الشوط الاولاني اللي في العارضه لو جت جول الامور كانت اتفتحت بشكل كبير جدا. فانا شايف ان زي ما انا متفق مع حضرتك طبعا ان في مباراه النجم هناك هتبقى مختلفه، لكن لو هو كمان فتح المباراه يعني لو هو حب يفتح المباراه يعني يقفل ويلعب على مرتدات ممكن يلعب بنفس الشكل هناك، ممكن يلعب بنفس التكتل ويقول لك اوصل ضربات جزاء. شايفين الاهلي كويس جدا في مباراتين تاون شيب طبعا، وجي الجهاز الفني المساعد، شافوا مباراه الاسماعيلي وشافوا مباراه المصري، فشايفين حتى الحلول بتاعت الاهلي بتبقى عامله ازاي، وقفلوا له كل حلول الاهلي. طبعا يعني اصل برضه الدنيا مش صعبه دلوقتي، تقدر ان انت تبقى شايف كل الفرق وشايف خطط اللعب بتاعت كل الفرق، فبتبقى صعبه. زائد طبعا مكانه النادي الاهلي، انت بتلاعب نادي بطل افريقيا وبطل العرب، فالموضوع ما بيبقاش سهل. بيحتاج ان انت تشتغل عليه بشكل كبير جدا، محتاج ان انت تحفظ لعيبتك بشكل كبير جدا. فانا متهيألي ان هم يعني قدروا ينجحوا في الـ في الـ في الـ
في الجزء اللي هم عايزينه اللي هو يخرج بالنتيجه في القاهره 0-0. مباراه الاهلي بيخرج من دي رايح الترجي. الترجي ومباراه صعبه. صعبه طبعا. مباراه صعبه. انا شايف من وجهه نظر النادي الاهلي يعني لازم يحقق نتيجه ايجابيه بصرف النظر عن موقفه في المجموعه. لكن طبعا لا بديل ده عنق الزجاجه. بالظبط. كابتن محمود الخطيب رئيس بعثه واهتمام كبير والفرقه مركزه، حتى كارتيرون كان مريح عدد من اللعيبه من اجل هذه المباراه الهامه. ودي دي دي حاجه طبعا كويسه، يمكن انا شايف ان هو قدر ان هو عملها في المباراه اللي فاتت، ان هو ريح معظم او العناصر الاساسيه في المباراه النجمه. بس برضه شايف ان المباراه هناك في الترجي هتبقى صعبه جدا. لكن انا عارف ان لعيبه النادي الاهلي في المباريات الصعبه او في المواقف الصعبه بتقدر تتعامل بشكل كويس. لعيبه تعرضت للمواقف ديت اكتر من مره واثبتوا بصراحه التفوق والنجاح في المباريات اللي بتبقى زي ما حضرتك بتقول عنق الزجاجه. فبتمنى طبعا توفيق النادي الاهلي الفتره الجايه، وان شاء الله باذن الله نشوف مباراه ايجابيه، وان شاء الله باذن الله الدنيا تبقى احسن مع الفرقه. وزي ما انت زي ما حضرتك بس ما قلت في البدايه، اهم حاجه عندك العنصر اللي هو هيقدر يعمل التفوق ويعمل الفارق اللعيب. فلو اللعيب ده في حالته في المباراه خلاص الدنيا بتبقى سهله جدا. انت بتبقى حتى وانت قاعد بره انت كمدرب او كمشجع ما بتبقاش قلقان ان اللعيب فايق في حالته. اللعيب لكن انت مطمئن ان شاء الله شايف المباراه. انا شايف ان شاء الله باذن الله. يمكن مباراه حتى الفرقه اخر مباراه للفرقه في الدوري المصري، لا الفرقه كان شكلها مباراه المصري كان شكلها الشوط الاول بالذات كان في شغل، كان شكلها اللعيبه كان شكلها هايل، كان في جديه في الاداء وحرص كبير جدا ان لا يرجعوا الاداء للنادي الاهلي بشكل سريع. فانا شايف ان شاء الله يعني المباراه باذن الله هتبقى مباراه كويسه للنادي الاهلي، وان شاء الله هيقدر يحقق نتيجه ايجابيه. انا متفائل بصراحه. كابتن ابو مجد بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. انا سعيد جدا انا كنت مع حضرتك النهارده، وكل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله الاهلي والاهلي واخدها خطوه خطوه. دوري ابطال العرب، بطوله افريقيا، فان شاء الله باذن الله اللعيبه قادره ان هي تقدر تفصل بين كل البطولات اللي النادي الاهلي بيلعب فيها، ويقدروا ياخدوا كل حاجه على حده ان شاء الله. توفيق باذن الله. شكرا كابتن. شكرا كابتن. لسه مكملين معاكم ولسه فقراتنا مستمره معاكم في الاهلي الليله، ورحنا دلوقتي لتوقيت مهم ومعاد مع فقره مهمه جدا، هي فقره الكره